طالب أصحاب بسطيات بيع الخضار والفواكه في مدينة الموصل، طالبوا محافظ نينوى بالتدخل لحل مشكلتهم بعد إحالة السوق التابع لبلدية الموصل إلى مستثمر الذي طالبهم بدفع بدل إيجار يبلغ 120,000 دينار عن كل متر. أصحاب البسطيات قالوا إنهم لا يستطيعون دفع هذا المبلغ كون السوق في منطقة شعبية وليس في مركز المدينة، مطالبين بإرجاع أعادية السوق إلى بلدية الموصل. يذكر أن البلدية أقامت هذا السوق خصيصا لأصحاب البسطيات بأسعار رمزية بعد أن كانوا باعة متجولين في الشوارع. هذا السوق كان قبل البلدية سوت هذا السوق لأهل المخضر، كنا مفتحين بسطات بالشارع، فلمونا قالوا السوق نظامي وساحة نظامية وجار رمزي، فجينا دخلنا السوق. بعد فترة البلدية حالته المزايدة للمستثمرين، فبدأ يصعد إيجاره إلى أن وصل إيجاره 120,000، وما عندنا إمكانية ندفع هذا المبلغ، فيعني نطالب إنه ارجعوا إلى البلدية وتسهيل أمورنا بالإيجارات. فإيجار مبلغ عالي 120,000 على مساحة ميز متر واحد، فإذا ما سووا حل راح نطلع على الشارع. إحنا طرقنا عدة أبواب، المحافظة، القائمة المقامية، البلدية، كتابنا وكتابكم، واحد يحولنا من مكان من دائرة على دائرة. بس هاي بسطة واحدة باعتباره هاي عبارة عن 8 أمتار، زين 8 أمتار أدفع 1,000,000 دينار؟ وين أفتح؟ ثاني شيء هذا داخل حي سكني، ما تقول مركز مدينة حتى واحد أكو حركة وأكو شيء، هاي حيين ثلاثة.